أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم أبطال السادس الإعدادي؟ اليوم حلقة هي حلقة مميزة، راح أشرح من خلالها القصة الثانية من القطع الأدبية، وهي The Canary، طائر الكناري، للكاتبة كاثرين مانسفيلد. قبل ما نتطرق إلى الحلقة، احتمال راح أسويها حلقتين. طبعاً الحلقة الأولى هي راح تكون بمثابة أنه نشرح على شنو تتكلم القطعة، والحلقة الثانية راح تكون الأسئلة اللي راح تحفظوها بالوزاري. بداية، قبل ما نشرح القطعة اللي هو منطينا إياها وحياة الشاعرة، راح نتطرق إلى بعض الكلمات الطلاب اللي ممكن تكون صعبة عليك ونفتهم معناتها بالعربي. فأول كلمة عندنا كلمة editor. editor معناتها محررة، طبعا هي اشتغلت محررة. دا أتكلم عن كاثرين مانسفيلد وحياة الشاعرة بالبداية. عندنا هي جت من عائلة ثرية، wealthy family. Wealthy family معناتها عائلة ثرية. Modernist writer يعني هي كاتبة عصرية متجددة. طبعا هنا يا ستار توفت، صابها مرض tuberculosis يعني معناتها مرض السل. من ضمن الأشياء، من ضمن المجموعة القصائد مالتها، يسحلها Bless and the Garden Party، يعني هنا حفلة الحديقة، وعندنا Bless هو النعيم. من راح تبدأ القصة هنا دي تقول أنا ما أقدر أرفع القفص اللي متعلق على البيج نيل. بيج نيل معناتها المسمار الكبير. من ضمن الكلمات scarcely معناتها hardly، يعني بصعوبة. أيضا عندنا كلمة after my time بعد مماتي، after my death بعد مماتي. cage معناتها القفص. هنا كلمة أخرى عندنا hanging يعني معلقة أو متدلية، hanging. عندنا كلمة my fancy مخيلتي، imagination. هنا عندنا كلمة lean ينحني. كلمة mock orange البرتقالة المزيفة. وعندنا كلمة my sewing يعني الحياكة مالتي أو الخياطة. عندنا كلمة veranda معناتها بلكونة، اللي هي balcony، تمام، اللي هي البلكونة. عندنا كلمة hop تجي معناتها يقفز. top هنا طبعا دي يتكلم انه على طائر الكناري يحاول يجذب انتباه الكاتبة. hop يقفز، top يعني ينقر، bars اللي يقصد بها القضبان، يعني ينقر على القضبان. عندنا كلمة sip a little water، يرتشب يعني يشرب القليل من الماء، sip يرتشب. عندنا كلمة my attention، يجذب انتباهي. وعندنا كلمة professional singer، مغني محترف. song so exquisite يعني هنا أغنية في غاية الروعة. عندنا كلمة don't sympathize، لا تتعاطف. don't sympathize لا تتعاطف. عندنا The Chinaman هو الرجل الصيني، Chinaman اللي اشترت من عنده هذا الطائر. Fluttering هنا يرفرف، يقصد به على طائر الكناري يرفرف. Faint trip يعنيها زقزقة واهنة، طبعا faint تجي واهنة أو ضعيفة، وtrip هي زقزقة. Geometry هنا شجرة الصمغ، Geometry. وعندنا كلمة drowsy it means sleepy، ناعسة. كلمة hang him معلقه. washing up يعني عملية الغسيل، washing up. عندنا كلمة entertainment معناتها تسلية. عندنا هنا beat with his wings يعني يضرب بجناحيه. عندنا كلمة أخرى scold him يعني هنا used to scold him، اعتدت على توبيخه. scrapped معناتها اكشط، يعني تقصد بها تكشط الوساخة او القذارة. fresh sand يعني رمل ناعم. tacked a piece of chickweed معناتها هنا تثبت عشبة صغيرة من عشبة الطيور. appreciated يعني قدره. Exquisitely neat معناتها نظيف بشكل فاتن. Small passion يعني عاطفة حقيقية.
Perfect company معناتها رفيق مثالي. Precious ثمين. وعندنا كلمة dining room غرفة الطعام. وبرايت آي يعني عينيه تلمعان أو عينيه اللامعة. وإكزاجريتد معناتها مبالغ فيه. إكزاجريتد مبالغ فيه. هارتلس معناتها بلا قلوب. هارتلس بلا قلوب. Creatures معناتها animals يعني مخلوقات. Washerwomen المرأة اللي تساعدها بالتنظيف. Fox terrier كلب صيد الثعالب. Dreadfully بشكل مخيف. Dreadfully بشكل مخيف. Dressing gown معناتها ترتدي رداؤها. Dark with starling in يعني هنا الظلام يحدق بي. عندنا كلمة spying يتجسس. وعندنا كلمة unbearable. Unbearable لا يطاق. هنا بدنا نتكلم انه هي حلمة حلم بغيض لا يطاق. عندنا كلمة his eye dim عينيه باهتتان. هنا بدنا نتكلم او تتكلم الكاتبة على انه طير من مات عينيه باهتتان. His claws rung يعني هنا مخالبه منزوعة اللي تقصد بها الطائر. وعندنا كلمة hollow يعني a hole يقصد به انه القفص خالي. اذا حبايب قلبي طلاب ورم انتهت هاي الكلمات وتعرفنا على الكلمات الصعبة راح ننتقل وياكم ونقرأ الحياة الشاعرة اللي هي كاثرين مانسفورد ونكمل بقية القصة فخليكم وياي. اعزائي الطلبة ورم شفنا الكلمات اللي عرضنا لكم وهي الكلمات اللي تكون نوعا ما صعبة عليك راح ننتقل إلى قراءة القطعة مثل ما نعرف أنه هذه القطعة هي تتكلم بشكل عام عن امرأة تعيش وحيدة وبعدين ربت لها طائر كناري وهذا الطائر مات. إذن القصة باي الكاتبة باي كاثرين مانسفيلد The Canary طائر الكناري. راح نتكلم عن حياة الشاعرة. حياة الشاعرة أعزائي الطلاب وهي حياة الشاعر مال محمد خضير لازم يجي عليها سؤال. فبداية راح نقول بسم الله الرحمن الرحيم. Born in 1888 in New Zealand يعني هي ولدت عام 1888 في نيوزيلندا. The third of five children and wealthy family هي الثالثة من أصل خمس أطفال من عائلة ثرية. ركزوا لي على كلمة wealthy family ممكن يجيب لكم إياها على شكل فراغات wealthy slash poor family. تمام. Moved to London in 1903 to study music at Queen's College. إذن هي انتقلت إلى لندن عام 1903 لدراسة الموسيقى في جامعة الملكة. Became editor of the college newspaper. أصبحت محررة لجريدة الجامعة. Traveled around Europe between 1903 and 1906. سافرت حول أوروبا بين عام 1903 و 1906. Returned to New Zealand in 1906 and began to write short stories. عادت من نيو زيلاند عام 1906 وبدأت تكتب القصص القصيرة. Moved back to London 2 years later. Now well-known modernist writer. إذن عادت من لندن قبل عامين مضت وهي الآن مشهورة. كلمة well known ممكن أن يعوض لكم إياها بكلمة famous. هنا كلمة modernist writer يعني ككاتبة متجددة كاتبة عصرية. In 1917 became ill with tuberculosis. Tuberculosis معناتها مرض السل. إذن سنة 1917 أصبحت مريضة بمرض السل tuberculosis. Died in January 1923 at the age of 35. توفيت عام 1923 من كانون الثاني في عمر 35 سنة. Remained famous for the her collection of poems and short stories, especially Bless and the Garden Party. إذن هنا لا تزال شبيهة مجموعات من القصائد والقصص القصيرة مشهورة يعني بهاي مثل إيش؟ مثل النعيم Bless النعيم and the Garden Party حفلة الحديقة.
إذا مثل ما شفتوا إنه هاي العشر جمل هي ملخص لحياة الشاعرة، يعني هي هاي حياة الشاعرة، منطيكم فقط ذني الجمل وراح تشوفون عليها أسئلة. راح ننطلق طلاب إلى شنو؟ راح ننطلق إلى قراءة القصة. طبعا هاي القصة راح تكون على شكل جزئين، الجزء الأول راح نتطرق إلى القصة والمفردات، والجزء الثاني راح نتطرق إلى الأسئلة المطلوبة وزاريا. نكمل بداية القصة. You see that big nail to the right on front door. أنت ترى، يعني شنو، ممكنك أن تشاهد ذلك المسمار الكبير على الجهة اليمنى من الباب الأمامي. I can't scarcely، كلمة scarcely معناتها hardly. I can't scarcely look at it even now. طبعا هنا دا تتذكر تقول، يعني هذا المقطع هو بايديلكم انه تقول انا ما اقدر بالقوة اباوع على هذا المسمار اللي كان تعلق به القفص. ليش؟ انه دائما تتذكر انه موجود الطائر الكناري هنا. And yet I couldn't bear to take it out. من لا استطيع ان اتحمل ان اقلعه. I should like to think it was there always. أفكر أنا يعني أحب أن أفكر أنه كان موجود دائما هنا. Even after my time، حتى بعد مماتي. I sometimes heard the next people saying there must have been a cage hanging from there. دائما أسمع، يعني بعض الأحيان أسمع شنو the next people saying، الناس شو تقول؟ لابد أنه موجود هناك قفص معلق هناك. And it comforts me. وهذا كان شيء يريحني. I feel he is not quite forgotten. أشعر أنه لم ينسى تماما. You cannot imagine how wonderfully he sang. لا تتخيل، لا تستطيع أن تتخيل كم يغني. يغني تقصد به يزقزق بشكل رائع. It was not like the singing of other canaries. إذن غناءه أو زقزقته ليس مثل بقية الطيور الكناري. And that isn't just my fancy. ليس فقط في مخيلتي. إذن هنا مثل ما قلت لكم بالكلمات my fancy, my imagination. Often from the window I used to see people stop at the gate. قل غالباً يعني من خلال النافذة أشاهد الناس تقف بالقرب من البوابة. To listen or they would lean over the fence. ليستمعون، ينحنون فوق السياج. By the mock orange، بجانب البرتقال المزيفة. For a quite a long time carried away. يعني هنا لفترة طويلة مأخوذون بتغريدة. يعني هنا شلون مأخوذون بعيدا؟ يعني يقصدون يسرحون بخيالهم، يسرحون بخيالهم. For instance، على سبيل المثال، when I had finished the house in the afternoon، ورا ما أنهي يعني تنظيف البيت ما بعد الظهيرة، and changed my blues، وأغير ردائي، and brought my sewing، وأجلب خيوط الحياكة أو مالتهم يعني مال خياطة. On the veranda here he used to hop 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 from one perch to another. هو متعود، طبعا هنا الضمير he يشير إلى الكناري. From one perch to another top against the bars. Okay، يعني اعتاد أن يقفز من شنو، من عمود إلى عمود آخر، ينقر على القضبان. As if to attract my attention، ليجذب انتباهي. يعني من أحطه بالقفص يقمز من قضيب إلى قضيب آخر، الأعمدة مال القفص حتى يجذب انتباهي. Sip a little water، يرتشف يعني يشرب القليل من الماء. Just as a professional singer might، وكأنه مغني محترف. And then break into swing song so exquisite. وينطلق هنا break into a song so exquisite، ينطلق أغنية يعني في أغنية في زقزقة في غاية الروعة. That I had to put my needle down to listen to him. يقول هالقد ما زقزقت حلوة، يبدي يغني فشي كلش حلو، اعوف يعني هاي الابر مال حياكه ومال خياطه واظل استمع له.
I can't describe it. I wish I could. But it was always the same every afternoon. ما أقدر أوصف هذا الشعور، هذا الشيء. أتمنى لو أقدر، لكن هذا الشيء يحصل هو عصر كل يوم. And I felt that the same. Sorry. That. And I felt that understood every note of it. وكأني استوعب كل نوتة أو كل لحن هو يقولها. I loved him. أنا أحبه. How I loved him. كيف أحبه. Perhaps it doesn't matter so very much what is one loves in this world. من المحتمل هنا ليس مهم كثيرا إنه شنو الشيء اللي تحبه، لكن الحب هو شيء مهم. But love something one must. Of course, there was always my little house and the garden. But for some reason, there were never enough. تقول صحيح أنا كان عندي بيتي وكان عندي حديقتي، لكن لسبب ما لم يكن كافيين. Flowers respond wonderfully. الأزهار تستجيب بشكل رائع. But they don't sympathize. لكنها لا تتعاطف. يعني شنو؟ تقول أنا عندي بيتي وعندي حديقتي، الحديقة بيها ورد، صحيح الورد شكله حلو بس ما بيروح، ما يتعاطف وياي. I loved the evening star. أحب نجمة السماء أو المساء. But after he يعني الكنري. After he came into my life, I forgot the evening star. بعد ما إجا هو هذا الطائر. I didn't need it anymore. لم أعد أحتاجها مرة أخرى أو مجددا. But it was strange. وهذا كان شيء غريب. When the Chinaman who came to the door with birds to sell held him up in his tiny cage. Okay. يعني هنا إيش يقول؟ يقول بعد ما قمت أدور نجمة المساء، ورا ما أجى الرجل الصيني يحمل في قفصه الصغير هذا الطائر. And instead of fluttering like the poor little goldfinches, بدل من أن يرفرف كطير صغير، he gave a faint small trip. شنطه بدل ما يزقزق اعطى زقزقه صغيره واهنه. I found myself saying just as I had said to star over the gum tree. لقيت نفسي اقول له او بديت احكي وياه مثل ما كنت احكي وياه نجمه السماء فوق شجره الصمغ. There you are, my darling. ها أنت هناك يا حبيبي. From that moment, من تلك اللحظة, he was mine. أصبح ملكي. يعني هنا طلاب إيش أريدكم؟ بعض الطلاب شو يقول هي شنو قابلة حب طير؟ لا تتخيلون إنه شخص. تخيلوا المعنى من العبرة. يعني العبرة من القصة إنه شخص عايش وحيد. ويحس انه هذا الطائر الكناري بمثابه انه شخص يتحدث وياه. تمام. It surprised me even now. انه يدهشني حتى هذه اللحظه. To remember how he and I share each other lives. كيف هو وانا تشاركنا حياتنا. The moment I came down in the morning. اللحظه اللي يقعد بيها واجيبه صباحا. And took the cloth of his cage. ويعني هنا أرفع القماش. شايفين القفص ما طير يغطوه قطعة من القماش. أرفع الغطاء صباحا. He created me with a drowsy little nod. يحييني. Drowsy يعني sleepy. يحييني بنوتة أو بلحن أو بزقزقة صغيرة ناعمة. I know it means Mrs. أعرف أنه يقول يا سيدتي. Mrs. Then I hang him on the nail outside. أعلقه على المسمار خارجا. While I got my three young men their breakfast. أجي يعني شو تسوي هي؟ I got my three young men their breakfast. هنا طبعا ذولا ذكروا ثلاث شباب. هي شباب يجون يعني شلون هي تقتاد عليهم تعتاش يعني شلون تنطيهم أكل مقابل أجور. يعني ذولا مو أولادها. And I never broke him
to do his cage until we have the house to ourselves again. تقول ما أدخل للبيت إلى أن يخل البيت لكلينا مرة أخرى. Then when the washing up was done, تتم عملية الغسيل. It was quite a little entertainment. يكون هناك نوع من التسلية. يعني شايفين واحد ينظف القفص. I spread the newspaper over a corner of the table. تفرش جريدة على زاوية المنضدة. And when I put the cage on it, he used to beat with his wings. يعتاد أن يضرب بجناحيه. Disapprovingly, يعني بيأس. As if he didn't know what was coming. وكأنه لا يعرف ما الذي سوف يحدث. You are a regular little author. إنك لممثل صغير ومفضل. I used to scold him. اعتدت على توبيخه. I scrubbed the tray, dusted it with fresh sand, felt his seed on water tines. يعني هنا شنو؟ قشط صينية الطعام مال هذا الطير. Dusted it with fresh sand, وفرش طبقة ناعمة من الرمل الناعم. Fold his seed on water tines. ملأ يعني شايفين الطيارة الكناري عنده هيك مثل الفتشي يحطوا له بيه ماء يحطوا له بيه الطعام مالت البذور. Tucked a piece of chickweed. يثبت عشبة من عشب الطيور يعني قطعة من عشب الطيور. And half chili between the bars. ونصف فلفلاي يعني فلفل بين القضبان. And I am perfectly certain he understood and appreciated every item of his little performance. أنا متأكد تماما أنه هو استوعب وفهم كل فقرة أنا سويتها من هذا الأداء. You see by nature he was exquisitely neat. أنت ترى في طبيعته أنه رائع الأناقة يعني أنيق بشكل كلش رائع. And you had only to see him enjoy his bath. سوف تراه أنه يستمتع بحمامه. To realize, لتدرك. He had a real small passion for cleanliness. Cleanliness يعني أنه لديه عاطفة حقيقية تجاه النظافة. You see, هنا طبعا company, الرفقة. You see, that was what he was. ذلك ما كان عليه. Perfect company, يعني هنا هو كان مثل الرفيق المثالي. If you have loved alone, you will realize how precious that is. إذا أنت تعيش يعني بحدك سوف تدرك كم هذا الكلام هو فشي ثمين. Of course, there were my three young men who came into the supper every evening. هنا الكاتبة تقول إنه صحيح إنه كان أكو ثلاث شباب يجون يومية للعشاء يتناولون العشاء. And sometimes they stayed in the dining room afterwards reading the paper. ويبقون بغرفة الطعام يقرون الجريدة. But I couldn't expect them to be interested in the little things that made my day. ذول الثلاث الشباب اللي يجون البيت هم ما يهتمون بالأشياء اللي كونت يومي. But I remember feeling so especially thankful. أنا أتذكر يعني أحد الأيام كنت ممتنة أو شاعرة بالامتنان. That I wasn't quite alone. لم أكن وحيدة. That evening. ذلك المساء. I told him. لقد أخبرته. After they had gone out. ورما ذهبوا. I said, do you know what they call Mrs.? And he put his head on his side and looked at me with his little pride eye. هنا تقول بديت أخاطبه بحيث من بديت أخاطبه رأسه ميل على أحد الجهات وعينيه تلمعان. Until I couldn't help laughing. شون هنا تقول من بديت أحكيها وكأنه دي يفتهمني جدا أحكيها لم أستطيع أن أمنع نفسي من الضحك. It seemed to amuse him. وهذا كان شيء يذهله. Have you kept a bird? ألم تملك طيور من قبل؟ If you haven't, all this must sound perhaps exaggerated.
إذا أنت ما مربي طيور قبل تحس أن كل هذا الحكي مبالغ به. People have the idea that birds are heartless. الناس عندهم فكرة أن الطيور هم بلا قلوب. Call litter creatures, مخلوقات باردة. باردة مو تلزم تقول إشي، لا، باردة يعني ما عندهم مشاعر، تمام؟ Not like dogs or cats، ليس مثل الكلاب والقطط. My washerwomen, washerwomen used to say every Monday when she wondered why I didn't keep a nice fox terrier. الامرأة اللي تساعدها بالتنظيف دائما تسألها، تقول أنت ليش ما تربي لك كلب قطة، هذا كلب يعني صيد الثعالب، ماكو فائدة من أنه تربين كناري. Okay. There's no comfort miss in a canary. ماكو فائدة سيدتي بالكناري. Are it true dreadfully. غير صحيح بالمرة. Are it true. I remember one night I had a very awful dream. تقول أني أتذكر ذات مرة شبيه حلمت حلم بغيض. Even after I had woken up I couldn't get over it. تقول مرة قعدت مفزوعة من حلم مخيف لم أستطيع التغلب عليه. So I put on my dressing gown. Gown يعني أنا وضعت ردائي يعني الهدوم اللي لابستها. And went down to the kitchen. وذهبت أو نزلت إلى المطبخ. For a glass of water. يعني أشرب قدح من الماء. It was a winter night and running hard. كان يوم شتائي وتمطر بغزارة. I suppose I was still half asleep, but through the kitchen window, it seems to me the dark was startling it. تخيلوا الموقف، شخص دي يحلم حلم بغيض وهستوى يعني شلون هستوى قاعد من النوم بعد مفزوع من الحلم، ينزل للمطبخ إنه يشرب مي وكأنه الظلام يعني وكأنه شخص دي باوع عليه من النافذة. And suddenly I felt it was unbearable. حسيت إنه هذا في الشيء لا يطاق. That I had no one to whom I could say I've had such dreadful dream. ماكو شخص أقول له أني حلمت حلم بغيض. Or hide me from the dark. أو يخبئني من الظلام. I even covered my face for a minute. يعني هنا غطيت وجهي لدقيقة. And then there came a little sweet said the darling little fellow again softly as much as to say I am here missus I am here. تقول بكل هاي المأساة والظلام والحلم اجاني صوت صغير sweet وكأنه دي يقول لي يعني دي يحكي لي يقول لي يا حلوتي يعني بصوت رقيق وناعم وكأنه دي يقول لها أنا هنا يا سيدتي. There was so beautifully comforting that I nearly cried. كان هذا الصوت هو مريح بشكل كلش جميل بحيث أوشكت على البكاء. And now he has gone. I shall never have another bird. لقد ذهب الآن. سوف لن أمتلك أملك طيرا آخرا بعده. Another pet of any kind أو أي حيوان أليف آخر. How could I كيف أستطيع when I found him lying on his back with his eye dim. يعني عندما وجدته مستلقيا على ظهره وعينيه باهتتان. شايفين الطيور طلاب طالبات من يعني من يموت ينام على ظهره وهيك إيديه شون يعني شون متيبسة. And his claws rang, مخالبه منزوعة. When I realized that never again should I hear my darling sing. أدركت أن سوف لن أسمع حبيبي يغني مرة أخرى. Something seemed to die in me, وكأنه شيء مات في داخلي. My heart felt hollow, as if it was his cage. يعني هنا قلبي شعر بالخواء بالفراغ مثل هذا القفص الخاوي. إذن طلاب لهنا انتهت القصة وشفنا أنه هذا الطير المسكين اللي هاي تربيه الإمرأة مات وسوف لن تملك طير آخر.
طلاب لينا حتى ما تصير الحلقات طويلة، راح أنهي حلقتي إن شاء الله. الدرس القادم راح تكون حلقة في الأشياء اللي راح نحفظها من الأسئلة الوزارية والمرادفات المهمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.